Kuchova. Kristina Alexis. كريستينا كوتشوفا تو سيرف ريدي بلاي. وقت ممتع اعزائي. Fifty love. أولى النقاط لصاحبة الإرسال. Thirty love. خارج الملعب 30 شيء. خطأين من داريا. داريا ذكرت أن لها قبل ذلك نهائي وهذا النهائي الثاني هنا في بطولة الحبتور، ولكن اللاعبة كوميكو داتي كروم اليابانية استطاعت أن أيضا تصل إلى النهائي، تخسر في البداية ثم النهائي الثاني تفوز. هل ستكرر ذلك اللاعبة داريا سينيغور؟ نتابع. هنا الخطأ يأتي بكرة طويلة من كوتشوفا. خارج الملعب بعد تبادل طويل. لا نشاهد كسر للإيقاع بدروب أو سلايس. إذا ضربات توب سبين بعد ذلك كرة خارج الملعب. 40-15 على بعد نقطة من فرصتين لافتتاح شوط لصاحبة الإرسال كوتشوفا. هنا خطأ تلاحظون أن اللاعبة كريستينا كوتشوفا تلعب أو قبضت المضرب بكلتا اليدين في الفورهاند والباكهاند. أيضا هناك لاعبة ستتواجد وبطلة عالمية هي ماريون بارتولي، تلعب بنفس الطريقة وستتواجد بعد قليل هنا في الملعب كضيفة للشرف. شوط للاعبة كريستينا كوتشوفا السلوفاكية أول شوط. إذن لو نذكر أيضا بالأعمار فإن اللاعبة الأندونيسية التي توجت باللقب 2002 كانت أنجليك ويجاجا، عمرها 18 سنة فقط حينما فازت بهذه البطولة في 2002. أكثر اللاعبات أو الألقاب من جنسية واحدة في بطولة الحبتور هي اللاعبات الروسيات، حيث حققنا 3 ألقاب وكانت متتالية أعوام 2007 2008 2009، كذلك الجنسية الرومانية بنفس العدد من الألقاب وأعوام 2014 ثم 2019 و20. أرقام كلها وتاريخ لبطولة الحبتور، هناك 3 لاعبات في التاريخ جمعنا بين لقبين الفردي والزوجي وهن الروسيات فيتيليا داتشينكو التي حققت لقب الزوجي عامي 2013 و2014 ولقب الفردي في 2008. ممتازة هنا لكن ترايبولي بعد أداء نقطة رائعة يمين يسار وصعود. تحية من الجماهير هنا. Oh.
أيضا هناك لاعبة تأتي بالأرقام المهمة. أول بطولة في عام 1998 فازت فيها المجرية كيرا ناغي، وحققت أيضا لعب لقب الزوجي في 2003 حالها حال داتشينكو. وأيضا اللاعبة التركية الرائعة حققت لقب الفردي والزوجي في نفس العام، كان ذلك في 2015 اللاعبة تشالا بيوكوكتشاي التركية. ممتاز هنا داريا سنوكو 30-15. داريا حققت 5 ألقاب جميعها في الاي تي اف، ولم تحقق أي فوز حتى الآن في تصفيات الجراند سلام، بالرغم من أنها لعبت التصفيات جميعها، ولكن في فئة الناشئات هي بطلة ويمبلدون 2018. إسقاطة ماكرة رائعة هنا من اللاعبة كوتشوفا 30-30. هناك ضغط للاعبة الأكثر خبرة اللاعبة كوتشوفا. تعادل. شوط لازال معقد على اللاعبة داريا على عكس الشوط مع كوتشوفا كانت أفضل حال. أفضلية للاعبة التي ترسل لتعديل الوضع هنا سنغور. 7 دقائق لعب، هدوء إلى الآن، لم نشاهد إلا الدروب شوت في منتصف هذا الشوط لكوتشوفا. شوط هنا من سنيغور بعد أن وضعت كرات عميقة يمين ويسار. إذن شوط لشوط. هذه كوتشوفا تعاود الإرسال الآن الشوط الثالث. 31 عام، 1.63 متر، لديها أفضل تصنيف كان في 2016 71 على العالم. الآن هي إن فازت في هذه البطولة ستعود إلى تصنيف 84 تحاول أن تفعل شيء. طبعا التصنيف هذا والبطولة 150 نقطة للفائزة و 90 نقطة للخاسرة، كلها تساعد على الدخول في تصفيات أيضا أستراليا المفتوحة للتنس. لا شيء 15. هل ستواجه كوتشوفا ضغط هنا من سنغور؟ Love
لا شيء 30 شوط للطمع لدارياس سنغور. سنغور لعبت ضد لاعبة وحيدة فقط سبق لها دخول التوب 10 وهي الفرنسية كيكي ميلادينوفيتش، وتمكنت من الفوز عليها. المصادفة كانت البطولة هنا في عام 2019 في بطولة الحبتور. إرسال قوي هنا وخطأ من داريا. مدرب سينيغور هي لاريسا نيلاند، وهي لاعبة سابقة لديها الجوازين الأوكراني واللاتيفي. First service. إذا شرارة المباراة تنطلق هنا، ويأتي الكسر من اللاعبة داريا سينغور. سهلا يا ضيوف دبي وسهلا في ربوع دبي. الشوط الرابع، من يتقدم بالنتيجة أو من تتقدم بالنتيجة هي داريا سينغور على الإرسال. Love 15. إذا النقطة أولى للدفاع أيضا أو استرجاع الكسر. بالحظ هنا أيضا واعتذار من اللاعبة السلوفاكية كوتشوفا كريستينا. لاشيء 30 فرصة هنا يا كريستينا للضغط أكثر واستعادة الكسر. خارج الملعب إذن 40 لا شيء 40 هنا ثلاث فرص لاستعادة الكسر للاعبة كريستينا حذارية سينغور. ممتازة في يعني نقطة للطريق أو لتصحيح الطريق يا سينغور. داريا أيضا داريا لديها قصة مع مباراة عجيبة ولكن خسرت في النهاية، سوف أذكر هذه القصة مع مرور
هنا النقاط. ايوه هنا بكل اريحيه، لا تحتاج الا لاسناد الكره ودروب. لا تمر من سكيغور هذه النقطة. إذا الشوط كسر بكسر والتعادل شوطين لكل لاعبة. إثارة كانت، ولكن العودة هنا للاعبة كريستينا كوتشوفا. قصة داريا سينغور كانت في تصفيات رولان جاروس، لعبت مع اللاعبة النمساوية باربرا هاس وتأخرت 6-0 في المجموعة الأولى، 5-0 و 30-40، يعني ستخرج من مباراة 0-6-0-6-0. عادت فازت في المجموعة، وفي المجموعة النهائية يعني خسرت 7-5، ولكن تعود من نقطة كانت تقصيها ب 6-0. أنا أعتقد الخسارة 6-0 ب6-0 نفس الخسارة بمجموعتين لمجموعة واحدة، لأن لا هناك يعني ما في بونس على المجموعات. لو كان في برايس ماني بقول لك الواحد بينبسط. ممتازة داريا تضغط هنا، النقطة الثانية لها بعد النقطة الأولى كانت لكريستينا. كنت تشوفها ممتازة هنا أيضا لثاني مرة على التوالي داريا سينغور الأوكرانية. ما هذا الإرسال؟ يعني مفاجأة، ولكن الإرسال الثاني الآن ذكرتنا باللاعب الأسترالي نيك كريوس. الأهم هنا أخذت النقطة، ولكن كانت أرسلت إرسال لم يمر، ولكن ليس بالطريقة حتى الناجحة. أندر آرم سيرف، أنا ضد هذا الإرسال، أتمنى أن يمنع. طبعا هو حاليا بالقانون عادي. خارج الملعب تتركها فرصة. 30-40 أشاهد الآن يعني ربما التعب في هذه اللحظات على اللاعبة كوتشوفا. تصحيح هنا من حكم الكرسي أحمد عبد العظيم. لا يتعب. كان فرصة أيضا كسر آخر هنا، ولكن شوط أيضا طويل 19 دقيقة منذ انطلاق هذه المباراة. الأمور متساوية إلى الآن،
40-40 2-2 كسر لكل لاعبة على إرسال اللاعبة الأخرى. Advantage, Snigur. Yes. إسقاط وتعادل بعد أيضا فرصة كانت لسينيغور. Advantage Snigur. أفضلية لسنيغور أيضا. Snigur. Snigur leads 3-2. العالمية تتواجد كضيفة للشرف هنا ماريون بارتولي، وسأحاول أخذ منها اللقاء. ثلاثة اثنين بكسر والإرسال مع داريا سينيغور الأوكرانية. هدوء بعد أن شاهدنا كسرين مقابل كسر. هدوء الآن ومحافظة على كل نقطة في هذا الشوط لداريا سينيغور. ممتازة، شوط نظيف وأيضا دلالة على أن سينيغور أفضل حال الآن بعدم مضايقة اللاعبة كريستينا على شوط إرسالها في ولا نقطة. 4-2. البحث أولا عن الحفاظ على شوط الإرسال لكريستينا مطلوب كوتشوفا، بعد ذلك البحث عن كسر، إذن هي مهمة أصعب الآن. Yeah.
of 15. ثلاثين خمستاش. ثلاثين ثلاثين. الضغط مستمر على إرسالات اللاعبة كريستينا كوتشوفا من قبل اللاعبة سيليغور القوية هنا بهذه الضربة أيضا خارج الملعب بعد ذلك من كريستينا. أيضا كرة تقلص تتقدم هنا بالنتيجة وهي على الإرسال 40-30. شوط هنا لكريستينا كيتشوفا وتقليص الفارق ولكن هناك كسر عليها البحث عن كسر بعد ذلك على إرسال اللاعبة سينيغور. ستكون معي الآن بطلة عالمية مقاتلة ماريون بارتولي صاحبة أيضا بطولة هنا في 2005 That's one. Try to this one. Try to make it like this because you will not hear me if you put. إذن معي الآن بطلة عالمية ماريون بارتولي. ماريون, welcome in. Dubai Sport Channel in Al Habtour Tennis Challenge. Thank you very much. Thank you for having me. Of course, a pleasure to have Wimbledon champion. And also, you remember you went here 2000 what? 2004, I think, or 5. Yeah, exactly. And yes. Who's your opponent was? Kaya Kanepi. Yeah, okay. You see the paper or you know no, it? No, I know it. Okay. We'll come here in Dubai and tell us, first of all, after you retired, you come coach. Yes. And with? With Yelena Ostapenko. Exactly. Roland Garros and she champion. Won title after yes. A long, long disappointment after Roland Garros. Yes, 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 exactly. We started and then straight away she won nine matches out of 10. She made the final in Linz and then she went on to win Luxembourg. So it was a great strike for her because, as you say, she didn't win tournaments after winning Roland Garros. So she was really losing confidence. And since then she has been really coming back and now she's in the top 30. I see something in the match here and I remember you. You know what's that? Yeah, she plays two-handed on both sides. Yeah. Yeah. Is it because also Fabrice Santoro, he's, I like his way and you don't know backhand or forehand, what do you call it? It's actually for me it was more two backhands that I was trying to play. But, you know, it's more tricky when you play two-handed because you have less reach. So you really have to move very quick on your feet because as you can see today for Kukova when she's pushed wide on the side, that's where she's in trouble and that's what
her opponent has been doing well today, is stretching her on the side. It's more difficult when you're two-handed because you can't really reach the ball. So you have to be really fast on the footwork. It's not that's that easy. And also, we know who's what the main hand is in the serve only. Exactly. Yeah, you cannot, you cannot serve by both hands. Exactly. You are righty, yes? I'm righty in tennis, but I'm lefty in life, so I'm actually almost ambidextrous. Nadal, that's Nadal opposite, yes. Yeah, okay. We'll see this point and we'll speak about your memories here and also about... Yeah, this is the exact problem. Yeah. When she's pushed wide on the forehand, that's why it's more difficult. Okay, because I have some argument this morning about the age and tennis and like this. Is it make different the age in tennis? Well, I think, I mean, she's 20 and she's 31. I think those days with all the trainings you can do and the improvement in fitness level, the improvement in the recovery as well, there is, you know, a lot more done for the recovery after the match than when I used to play, for example. So I think you can sustain a higher level for a longer period of time. You can sit with Djokovic at 35, just still winning so many things. But I think for today, it's more about the style of game because it's quite similar between the two. And she hasn't been able yet to be enough inside the court, Kukova. So she is more trying to counterpower what Siegner is doing. And it's not really her game. So she has to try to find a way to be more aggressive. But you can see also physically, she's quite struggling. You know, it's quite hard. Yeah. She's sweating a lot. So I think, yeah, she has to try to find a way to be more aggressive. And she's serving now to stay in the first set. Yep, correct. And, but she have this skill to, break the rhythm in the drop. I saw it. Drop shot, yeah. Yeah, but one time she do underarm serve. What do you think about this, like Nick Kyrgios or some players that play it? Do you agree they have right to do it? In the rules, yes. Yeah, absolutely. But in your like professional tennis player, what do you say? Well, it has to be wise tactically. And the thing is, today it's not really wise tactically because she doesn't serve really a very powerful first serve. So Siegner is not really staying far back. So underarm serve is efficient because if you have someone staying really far back, like 5 meters behind the baseline, you can surprise them by serving a very weak serve, like almost like a drop shot, you know, and that could be a winner. But if you're serving, I think she's serving about 120 kilometers an hour. It's not really fast, so you're not going to surprise your opponent by doing that. I hope we have a speed gun here, a speed gun. But yeah, but it's not really fast. So, I mean, she should try to find a way to mix up more, I think, in the game. You know, she's playing always flat, and I think that suits the game of single really well. If she can maybe sometimes throw a short cross court or drop shot or high ball or come to the net, I think she will have more chances. I think from the also head-to-head, that's first match, there is a lot of things we'll discover in first set or first games. Yeah. After that, we'll go different. See here, drop first time from Senegor also, and she dropped backhand also and two-handed, because sometimes, you know, even if you play double hand and backhand, the one hand is more easy, or what do you think? That's normal? Well, the thing is, when you're used to use a lot your left hand to play the backhand two-handed, it's quite difficult to find the good touch with only one hand. You know, you're losing a little bit the confidence with just one hand. So I was also playing the drop shot using my second hand because I just felt I had more control. But it's really personal. You know, some players can still feed with just one hand, but some others need the second help to help sometimes. Okay, we'll see this interested game here. And I think she should really try Kukova to throw some high balls because Siegner really likes the rhythm when it's low and hip high. She loves to use your pace, and I think if she could throw some higher ball, slow down the pace, she will have... And she have that skill. She do it exactly, during the tournament. Yeah, exactly, and she can do it, yeah. She will have more positive results because right now she's really starting to lose the momentum in this match. We'll see this game and... That's what you said. Yeah. But here is finish it on rice. Yeah, but she got a little bit lucky. She catch it a bit behind her, and she got just the outside of the line. I mean, probably if you do it this 10 times, I'm not sure she would put it in 10 times. You know, you have also to look at the way your opponent is hitting the shot, and that was not a really clean hit. Yeah, she got the line, but again. Yeah.
and in the set point also okay. here, and she loses the set because of that. We have time to speak about also your magnificent win in Wimbledon. No, and thank you. You not drop any set. Correct. How you make this? Yeah, that was very special. That was very special. But you know, I was so close to win a Grand Slam before. I made the final in 2007. I lost to Venus Williams. So I knew I could do it. I knew I had the potential to do it. It was about putting it together for 2 weeks. And during those 2 weeks, you know, everything worked out perfectly for me. I was able to play well when I had to. I was able to stay really strong mentally when I had to close out some top sets. And I had some really tough matches along the way. Yes, there were two sets, but they were really tight two sets, especially the one against Sloane Stephens in the quarterfinal, which was very tight. It was 6-4, 7-5, very close. It could have really go three sets, but yeah, it was really magical. Okay, Marion, it's nice to have you here. And thank you. My pleasure. We saw you also. You present or you make interview in the court in Roland Garros, that's big tournament, Grand Slam. And is it an interesting job for you, that? Yeah, it's very interesting. It's actually very stressful. That's why I'm the most stressed, because I have to, as you say, come out on court, you know, in front of the full stadium. I know I'm watched all around the world when I had to interview, especially the top players like Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Serena Williams. So you can't really mess up at that moment. And the tricky part is you have the translation to do, because obviously from French to English. And vice versa. So it's always something tricky, because you have to remember what the players said and answer to you, repeat it and translate it in French, and then think about your other question. So it's definitely a very stressful moment, but every time I walk out of the court and I know I've done well, I'm always super happy. Marion Bartoli, always nice to have you here. My pleasure. And a pleasure for tournament. You are a special guest here, and you are not guest, you are champion also here. Yes. And I don't know if I can ask you this question or not. Do you want your child to play tennis? My little girl, I would love if she could play tennis. I don't know if she would make it professional, but at least for her to, you know, to be on the court, play some small competition. I saw some picture to her. She's walking by... On the court, she's crawling on the court. Yeah, we love for her at least to discover tennis, and I don't know if she will like it enough for her to try to make it to a professional level, but, you know, I think tennis is a beautiful sport. And you enjoy your journey in tennis. I loved it. Yeah, absolutely. Yeah, I loved it's it. It's not easy. It's not, but it was such a great adventure, and I think it gave me also life skills that I can use even now in my other jobs, to be consistent, to work hard, to have a good work ethic, to be humble. You know, sports give you a lot of those skills to use in life, and definitely I'm very privileged, especially with winning Wimbledon. You know, it's not everyone who can say that. So for me, tennis gave me a lot, and I hope my daughter can discover it as well. I hope so also, because we need a champion like you. Thank you. Pleasure always to have you. Next time, promise to commentate in Arabic. Just try to learn Arabic, and that will be brilliant. I would have to, yeah. Thanks a lot. And thanks for having me. Welcome always, and we'll see you also during this day here in Dubai. Absolutely. Thank you. Thank you. إذن كانت معي ماريون بارتولي بطلة ويمبلدون وأيضا بطلة هذه البطولة في 2005. نتابع معكم أجواء المجموعة الثانية والشوط الأول. سنكون أيضا مع مديرة البطولة بعد قليل والحديث عن آخر التحضيرات للمباراة النهائية. وهناك أخبار طبعا تسر الجماهير ما يعني تقدمه البطولة من ذكريات وللفائزين أيضا وأيضا أيضا الشركاء لهذه البطولة لا بد من شكر لهم. التعادل هنا ربما كوتشوفا تريد أن تضغط بعد أن فقدت المجموعة الأولى. المؤشرات تشير إلى أن داريا سينيغور أفضل. هنا خطأ وأخطاء ماذا تقول سينيغور؟ تريد الكور.
Game, Snigur. First game, second set. Love 15. لا شيء. 30. الأمور واضحة الآن في بعد أن كسرت كل لاعبة في المجموعة الأولى إرسال اللاعبة الأخرى في أول شوطين، بعد ذلك تنطلق داريا تكسر وتتقدم إلى الآن في كل شيء. لديها أيضا فرصة هنا في هذا الشوط بعد التقدم في نقطتين، هل تطمع أكثر وتضغط أكثر؟ ممتاز، أيضا تقرأ كل أفكار المنافسة كريستينا كوتشوفا، حتى الاسم لم أذكره كثيرا الآن، دليل على أن التميز لسنيغور داريا. شوط وكسر والأمور تسير ناحية الأوكرانية. داريا سنيغور لا تريد أن تفوت الفرصة في الوصول للنهائي الثاني وتخسر. هي وصلت عام 2019 خسرت من أنا بوغدان الرومانية في نهائي هذه البطولة وكان عمرها 17 سنة. إذن نضوج، أكثر مباريات، أكثر خبرة وإصرار هنا، إلى الآن موفقة. الشوط الثالث، المجموعة الثانية. كرة رائعة فيما ندر منذ المجموعة الأولى في الأشواط الأولى. باك هاند داون ذا لاين منتهي. إرسال ساحق على التي في توقيت رائع، تعود 15-15. لا تعطي فرصة حتى للاحتفالية لهذه اللاعبة، اللاعبة داريا سنيغور كريستينا. ماذا لديك؟ لديك توقف. إذن ما هذه الكرات الصاروخية على الخط، داون ذا لاين باك هاند وينر، وهذه الكرات التي يحبذها الجماهير. ممتازة هنا، تعود بنقطة أيضا. 30-30 شوط، عليها كوتشوفا أن تبحث عن نقطة هنا أولا. إرهاق، تعب وشمس الآن عمودية على العين. خطأ، ومن خلال مقابلتي للبطلة ماريوم بارتولي قالت ذلك، أن عليها أن تنوع في خصوصا داريا، لا تحب الكرات الساقطة اللولوبية بلوب، ولكن إلى الآن تعرف تتعامل داريا. لا، هذه المرة خطأ وتعادل. شوط للضغط، شوط للعودة، وإلا المباراة ستكون باتجاه الأوكرانية دائما. 45 دقيقة تلعب.
Advantage, Snigger. Game, Snigger. Snigger leads 3-2. ثلاثة لاشيء سنيغور. إذن الأمور في اتجاه اللاعبة الأوكرانية بالنتيجة والأداء وكل شيء. أيضا سنستغل الفرصة الآن في مقابلة أخيرة قبل توزيع الجوائز هنا معي مديرة البطولة نورة بدوي. نورة بدوي طبعا سعيدين بهذا النهائي وكل شيء. أسبوع حافل كان, تنظيم رائع, ستاب رائع, حتى يعني جماهير اليوم يعني المدرج ممتلئ. أعتقد في النسخة 25 عليكم أن يعني تكبرون سعة المدرج بإذن الله. كلمة أخيرة وشكر وامتنان أولا منا لكم كلجنة, قدمتوا لنا بطولة من 24 سنة إلى الآن ونأمل أن تمتد لمئة سنة وأكثر بإذن الله. أخ خالد, نحن بطولتنا مستمرة ومستمرة بالنجاح وتقديم أعلى مستويات التنس ودعم الرياضة المحلية والعالمية, وسعيدين بوجود الجميع معنا اليوم. وطبعا أنا بستغل هالفرصة لنشكر كل الوجود اللي معنا, كل اللي دعمونا ابتداء من قناة دبي الرياضية للسبونسرز الداعمين ماي دبي, مجموعة الحبتور, الشركات كلها اللي كانت معنا, الفريق العامل على البطولة, انت أخ خالد, الميديا. يعني الحمد لله دبي يوم بتعمل ايفنت او بتستضيف ايفنت بتكون الاستضافة من الجميع وليس فقط شركة أو مؤسسة واحدة بتستضيف, كل دبي بتستضيف وبترحب. أيضا شكر خاص وكبير لسعادة خلف الحبتور, وأيضا شكر لرئيس اتحاد الإمارات للتنس لتشريفه بالحضور اليوم طبعاً. وأعضاء مجلس إدارة أحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد التنس, ناصر يوسف المرزوقي أيضا أمين سر العام, وأيضا هناك حضور ضيفة كبيرة نعم. وفائزة في هذه البطولة ماريون بارتولي. أكيد طبعا الله. نحن سعداء ومنتشرف بوجود سمو الشيخ حشر رئيس اتحاد تنس الإمارات, ومنشكره على دعمه المستمر للبطولة. السيد خلف الحبتور طبعا يعني مثل ما بيقولوا يعني شهادة مجروحة, نحن فخورين أنه منشتغل بتعليمات السيد خلف ودعم السيد خلف لنحقق دعم أكبر وأكبر كل سنة التنس وكل الرياضات بدولة الإمارات إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك نورة بدوي, وشكرا لطاقم العمل والجنود المجهولون دائما أنا أقول في هذه البطولة, ليث العاني, جيفري هنا أيضا, لا أريد أن أنسى أحد يعني كيرا, وإذا تحبين تشكرين حد معين ولا الكل, حتى مديرة الفندق كارولينا. نعم. بشكر الـ ITF Supervisor شيتال إير على تعاونها. نعم فعلا. الحكم وطبعا كل شخص واللاعبات طبعا 100% يشكرونكم على بطولة 100,000 واستضافة يعني شابون بعد. والجوائز اللي هي نحن لا نعلن عنها اللي هي بتبقى على جانب على هامش البطولة, أفضل لاعبة, أفضل تقدم بالتورنمنت, وإن شاء الله يا رب كل سنة منحسن التورنمنت يكون جاذب أكثر سنة عن سنة. أنا بطلب بعد لي تفضل أبي جائزة, أبي أروح لابير. تكرم عينك, تكرم عينك. شكرا نورة بدوي. شكرا لكم. إذا طلب على الهواء فعلا عرض لابير, أنا أحبه كثير, رحت مرتين أبي أروح مرة ثالثة. إذا نتابع معكم مباراة من طرف واحد في المجموعة الثانية وأيضا المجموعة الأولى لنفس اللاعبة هنا وينر 4-0 وعلى يعني خطوات قليلة وتصعد اللاعبة الأوكرانية داريا سينيغور. حسام يقول سنيغور. كرة خارج الملعب 30-15, لا بأس, كل الأمور بعد 50 دقيقة لعب من هذه المباراة تشير إلى أن هذه اللاعبة في طريقها لحمل اللقب بعد الوصافة في 2019. إذن هنا ما ذكر 40-40 و4-0 ومجموعة لا شيء بستة فلق.
أجواء رائعة، جماهير متابعة من كل مكان. من خلال قناتكم دبي الرياضية أيضا. ممتازة سينيغور هنا، وتحية أيضا من سعادة خلف الحتور لهذه اللاعبة. إذن على بعد شوط واحد، يعني النهائي هذا كثير يتمنون أن يكون سريع علشان هناك احتفالية، خصوصا اللاعبين المحليين الفائزين يريدون أخذ صورة تذكارية مع البطلات وأيضا مع سعادة خلف الحبتور والشيخ حشر المكتوم رئيس اتحاد التنس بعد الإنجاز والفوز. أنا قابلت كثير من اللاعبين اليوم في البطولات المحلية، والله هناك صربي فائز تحت 12 سنة، وهناك أيضا الوصيف تيمور، وأيضا هناك بطلة صغيرة 12 سنة مصرية علياء لها التحية في البطولة تحت 12 سنة، فازت على أيضا لاعبة اسمها سعيدة، وهي سعيدة حتى لما كانت خسرانة، لأنها بطلة تعلم أن المباريات التنس قد تفوز ولكن لا بد من خسارة. إذن سعيدة لاعبة روسية متواجدة هنا تحت 12 سنة، مستويات رائعة، نأمل أن يستمروا ونشاهد منهم من هنا من هذه البطولة. أيضا هنا نورة الحبتور، هذه المتابعة للمباراة وهي ضيفة شرف هنا. تحية أيضا لمحمد أبو الحسن فلسطين وإبراهيم الفيومي وعادل القرني. حتى الكرة التي تخطين فيها بي الفريم يا سينيغور تكون لصالحك. هل سنشاهد شوط أخير هنا؟ 5-0 و0-15 في الشوط السادس، المجموعة الثانية السريعة هي المباراة. هنا تعود وأتابع، هناك سلوفاكي قريب مني يشجع كريستينا كوتشوفا. كريستينا كوتشوفا يعني ما قلت اسمها كثير، والنتيجة واضحة. إذن شوط وفوز وصرخة هي فعلا تحتفل في هذه البطولة الأعلى لها إلى الآن على طريق البطولات. تحية للاعبة داريا سنيغور أيضا من كريستينا كوتشوفا بروح رياضية عالية. انظروا إلى هذه اللاعبة كيف تفرح بكأنها يعني مواصلة جراند سلام، وهو الطريق إذن من بطولة الحبتور. فعلا البطلات الفائزات هنا كما شاهدنا أيضا ماريون بارتولي فازت في 2005 هنا، وفازت بعد ذلك أيضا في بطولة ويمبلدون. إذن هي تعلم أهمية هذه البطولة وأهمية الفوز ب 150 نقطة. يعني أحدثكم عن أهمية هذه 150 نقطة. أعزائي متابعين قناة دبي الرياضية، شاهدنا مباراة خاطفة سريعة، سنشاهد ملخص لهذه المباراة مع تجهيز الآن دور التتويج للفرد. The singles winners and runner-up. Winner and runner-up. To start, Miss Kristina Kuchova, runner-up to the Al-Habtour Tennis Challenge. Kristina Kuchova, الوصيفة لبطولة الحبتور هنا.
Miss Kuchova, this is the third time she plays our tournament, and I'm happy to see that she reached the finals in 2021. إذن ثالث اشتراك لها والوصول إلى النهائي. كوتشوفا كانت قبل البطورة يعني بخارج المئة، الآن هي في التصنيف 97 بحصولها على 90 نقطة إضافية. هنا هي الآن تتعادل مع شيميدلوفا، أيضا سيكون لديها نفس النقاط بالإجمالي 867 نقطة في عالم الاحتراف. إذن كلمات نستمع من كوتشوفا. كريستينا. Hello everyone. First of all, congrats, Daria, for amazing week, amazing tournament, amazing play, and well deserved. All the best for you and for your rest career. Thank you very much, especially Mr. Kalaf, to make this tournament happen every year. It's such a great tournament, and I'm happy to coming back every year. And it's such an amazing tournament, and as you said, it's like festival, not even like tournament. And I enjoy every moment, and I want to say thanks also to my little team, my very good friend Michaela, and thank you very much for your support. And you said in the beginning of the match that if I win, I will be top 100. But I think I already made it, and I'm so happy that we made it together. And I'm looking forward to come back home. Thank you very much. كما تقول الآن نعم أنا سعيدة بأنني دخلت 97 على العالم، أي أن And now our winner, the winner of the 24th Al-Hab Tour Tennis Challenge, Miss Daria Snigur. داريا سنوغور الفائزة في نسخة 2021 والنسخة الـ 24. Miss Snigur was the finalist in the 2019 Al-Hab Tour Tennis Challenge, and she came back and she wanted to win the tournament, and she did. So congratulations, Miss Snigur. إذن إصرار للفوز في هذه البطولة بعد الوصافة في 2019 وخسارتها. سنيغور أيضا ستتحسن في التصنيف. ضمنت سنيغور أن تحقق يعني كانت 183 بوصولها إلى الفاينل، 155 على العالم، الآن 144 عالميا. إذن so she can take a picture for the memories. هذا الكأس التذكاري سيكون دائما متواجد هنا في الحب تور جراند، و عليه أسامي اللاعبات. لو نشاهد هنا الصورة على الأسماء، أيضا كيراناغي البطلة الأولى، ماريون بارتوري أشاهد في عام 2005 المتواجدة هنا. الآن داريا سنيغور ستضع اسمها على هذا الكأس في 2021، وضعت اسمها. نستمع. Thanks for this match. Congrats to be back in top 100. I want to thank all fans who support me, who support Christina. I want to thank you, Al-Hab Tour, very good tournament, great atmosphere for me. Thanks all ball boys, all referees. I love this place, I love this atmosphere, and see you soon next year. Thank you. Congratulations one more time, Daria. Congratulations to all our winners. If we can do one more picture with all the winners. سنشاهد الصورة التذكارية جميعا، يعني للجميع هنا ستكون صورة تذكارية البطولة المحلية مع البطلات العالميات المحترفات. إذن أعزائي متابعين قناة دبي الرياضية، استمتعت معكم والجماهير هنا وأيضا من خلف الشاشات في قناة دبي الرياضية في نقل أحداث هذه البطولة، بطولة تحدي تنس الحب تور للسيدات النسخة 24. بإذن الله سنلتقي في بطولات قادمة وقريبة، بطولة مبادلة في 16 إلى 18 من ديسمبر، وأيضا بطولة دبي المفتوحة ستكون أيضا، وبعد ذلك ننتظر النسخة 25
من بطولة الحب تور في العام القادم. إلى ذلك الوقت كنت معكم أنا خالد العلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.